النهارده وكالعاده الفقره الخاصه بجمال الستات وحفاظهم على بشرتهم ورونقهم، ويعني يفضلوا كده طول الوقت محافظين على سنهم والصحه بتاعه بشرتهم. وكالعاده موجود معانا مركز نبض، موجود معانا من مركز نبض دكتوره فاطمه بدر الكومي اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر مراكز نبض. مساء الخير يا دكتوره فاطمه. مساء النور، اهلا بحضرتك. نورانا. احنا نحب كده نهتم بالستات وندلعها اكيد خلاص، يعني بنشوف برضو هم كتير كله بيطلع على وشنا أكيد. فنبتدي معاكي، واول سؤال جالنا عن الفيلر. تمام. لسه لغايه دلوقتي في ستات كتير مش قادره تفهم ايه الفيلر بالظبط، وهل هو ماده طبيعيه ولا لا، واهم الاستخدامات اللي ممكن الفيلر، او يعني المشاكل اللي ممكن الفيلر يعالجها. تمام. هو في الحقيقة مع التقدم في العمر أو مع مشاكل تانية زي واحدة خست قوي أو كده، بيحصل إن الفوليوم بتاع الوش أو أماكن تانية مع العمر زي الإيد بيقل الفوليوم بتاعها. ومن هنا جه استخدام الفيلر كمادة مالئة للحاجات المشاكل الطارئة اللي حصلت مع الوقت دي. ففي أنواع كتيرة قوي قوي موجودة من الفيلر. في الهيالورونيك أسيد فيلر، وده أكثرهم أمانا وأكثرهم شيوعا، وده منتشر بتركيزات مختلفة جدا تلائم حسب المكان اللي هستخدمه. فيه هيالورونيك اسيد للشفايف، فيه للتشيكس الخدود، فيه لتحت العين. فدي كلها ده موجود بتركيزات مختلفه الاماكن المختلفه. ايه هو الهيالورونيك اسيد ده؟ دي ماده طبيعيه موجوده جوه جسمنا وجوه جسم كل الكائنات الحيه، وبالتالي فهو امن جدا، بيحصلش منه اي مشاكل او اي حاجه خالص. ده بيقعد حوالي من 6 شهور لسنه على حسب المكان اللي انا عاملاه. في انواع تانية بقى مختلفه غير الهيالورونيك اسيد. في الكالسيوم هيدروكسيل ابيتايت، وده برضو امن جدا، وده يعتبر الجيل الثالث من الفيلر. في الكولاجين ستيميوليتور، ودي حاجه طبيعيه بتعمل ستيميوليشن للكولاجين اللي موجود جوه الجسم، لانه متكون من حاجه اسمها بولي لاكتيك اسيد، مش بس بتدي فوليوم، ده كمان بتدي نضاره وبتحافظ على الملمس الطبيعي بتاع الجلد، وبتخلي كمان لما يجي يقل بالتدريج، ودي حاجه مهمه جدا عند الستات عشان ما تحسش مره واحده ان الفيلر اللي هي حطيته قل. طب انت ذكرتي اكتر من نوع دلوقتي يا دكتوره للفيلر، هل الانواع دي بتختلف في علاج في العلاج المنطقه اللي هيتم الحقن فيها او المشكله في حد ذاتها؟ ايوه، بتختلف على حسب المشكله بقالها قد ايه، وعلى حسب السن اللي موجود قدامي، وعلى حسب الدرجه الفاضيه اللي انا عايزه املاها قد ايه. معانا صوره هنا. تمام. ده زي ما احنا شايفين كده، حد راجل كبير في السن مع الايجنج حصل له ترهل وحصل له فراغات في الوش، فبدانا نستخدم الفيلر ان احنا نعالج بيه الترهلات والحاجات اللي حصلت في وشه، وكمان استخدمنا معاه شويه خيوط عشان نصلح من التجاعيد والترهلات اللي حصلت في الوش ده. الصوره دي قبل، والصوره اللي على اليمين بعد او على الشمال بعد. ودي برضو كمان برضو ديت واحده ست مع الايجنج، بدا يحصل ترهل في الجلد وفقدان للفوليوم بتاع الوش، فاداها منظر غير هيلثي تماما، فبدانا نستخدم الفيلر كان نصلح بيه التجاعيد ديت، واستخدمناه ان احنا نصلح بيه برضو الشفايف ان الفوليوم بتاعها قل مع الوقت. تمام. دي برضو زي ما احنا شايفين واحده ست المشاكل في الخدود. فزي ما بيقولوا حابه ترسم وشها او حابه تعدل الدفوهات اللي حصلت، فاستخدمنا برضو الفيلر. ده اللي بنسميه الوجه النحيف بقى، اللي ممكن يملى الفراغات ويكبر وينحق، يعني يعيد نحت الوجه من اول وجديد. ممكن. تمام. تمام بالظبط كده. فالست دي حقنا لها الفيلر علشان نعالج المشاكل اللي حصلت في الخدود بتاعتها. طيب نتكلم بقى عن الجفون. الجفون دايما حته بتفضح، عارفه هي الجفون والرقبه دايما اكتر حتتين بيبان منهم على طول السن ومشاكله. تمام. الجفون جت اسئله كتيره جدا عليها، ان في حالات بيحصل فيها سقوط في الجفن العلوي، والحواجب كمان بتسقط مع الوقت. ازاي ممكن نظبط شكل الجفن العلوي ومعاه تظبطي كمان الحواجب؟ تمام. واحنا الاول لازم نفحص العيان كويس قوي، نتاكد ان السقوط ده مش لحاجه مرضيه. زي متلازمه هورنر، زي مرض المايسينيا جريفز، زي شلل في العصب الثالث او كده، في العصب الوش الثالث. لازم الاول نتاكد ان مفيش اي مشكله عضويه او مرض نعالجه. بعد كده لو لقينا ان الموضوع الكلايزد بس للسينيلتي او مع السن او مع الايج وكده، ابدا بقى اصلحه على حسب بقى درجه سقوط جفن العين ده. لو هو حاجه بسيطه قوي اقدر اصلحها ببوتوكس بس، احقنه جنب جفن جنب فوق كده تحت الحاجب كده على طول، فابدا ارفع الحاجب ومعاه ارفع جفن العين. تمام. لو الدرجه بقى حاجه اكتر من، يعني مش حاجه مايلد او حاجه بسيطه، حاجه اكتر، ابدا بقى استخدم الخيوط او ابدا استخدم الجيت بلازما او البلازماج ان انا ابدا ارفع بيها جفن العين. طيب. تمام. دي عندنا صوره اهي. دي طريقه حقن البوتوكس جنب حاجه جنب الحاجب كده عشان ارفع جفن العين لو السقوط حاجه بسيطه، ومعاه ارفع الحاجب كمان. ما بيغيرش الشكل طبعا. لا، انا لازم احافظ على البيرسوناليتي او احافظ على الناتشوراليتي، الحاجه الطبيعيه بتاع الجسم بتاع الشكل، ما اعملش حاجه اوفر، لازم اخليها طبيعيه.
ودي برضو الدول اللي على اليمين واللي على الشمال، الصور اللي فوق قبل والصور اللي تحت بعد ما استخدموا البلازماج، ان انا اعالج ليهم اعالج بيهم الترهلات اللي حصلت في الجلد مع الايجن كده. فوق كان جفن العين ساقط ومعاه كمان الحاجب كرمشة. والكرمشه كمان بتاع جفن العين قدرت ان قدرنا ان احنا نصلحها بعد جلسه واحده بس من البلازماج او من الجيت بلازما. ده جهاز الجيت بلازما اللي طبعا عامل طفره شديده جدا، جهاز البلازماج وموجود في مراكز نبض. وده ده برضو كذلك سوداء مش كده؟ ده لا، دي ست كان عندها سقوط في جفن العين العلوي. دي سقوط في جفن، برضو عملنا لها البلازماج صلحنا بيه سقوط الجفن العين ومعاه صلحنا الترهلات اللي في الجفن السفلي. في ناس كمان بيكون عندها مشاكل كتيره في الجفن في السفلي، عندها ترهل وساعات انتفاخات وممكن شويه الوان طبعا يعني. تمام. ده هل بيختلف العلاج؟ تمام، زي ما قلت لحضرتك برضو الانتفاخات تحت العين ديت لازم برضو نستبعد وجود امراض الكبد، امراض الكلى، حساسيه الصدر، الحاجات اللي بتسبب ورم تحت العين يعني تبقى امراض عضويه، استبعدها الاول وبعد كده اتاكد ان المشكله مشكله موضعيه بس ابدا اعالجها. في بقى في ممكن نحقن كاربوكسي ان احنا ندوب بيه الدهون ديت، ممكن نعمل فيلر بطريقه غير مباشره جنب جفن العين ان انا ارفع شويه فاعالج من درجه الانتفاخات ديت، ممكن اعمل الجيت بلازما اللي قلنا اللي قلت لحضرتك عليه. يعني الجيت بلازما بيشتغل استخدامه لفوق وتحت كمان. وممكن استخدم الخيوط بس بدرجه اقل من جفن العين اللي فوق. تمام. طيب من المشاكل برضو اللي الناس كتير جدا بتعاني منها هي منطقه اللغد. تمام، وبيحتاج كتير ساعات ان هو يكون يتظبط شويه، بيكون شديد حبتين. بس هو السؤال بقى، هل منطقه اللغد عموما ليها مقاييس معينه في الجمال؟ ايوه، هو اللغد نفسه كلغد، كلمه لغد دي حاجه ابنورمال اصلا، المفروض ما يبقاش موجود. المفروض اصلا يكون موجود، مفيش مقاييس. يعني المفروض اصلا شيله خالص. المفروض اللغد ده كلغد ما يبقاش موجود. فهو اللغد ده او الدبل تشين اللي بيقول عليها الدبل تشين ليه سببين. يا اما وجود دهون كتير في المكان ده لسبب بقى تخينه، عندها مرض معين كوشنج او حاجه كده، في عامل دهون في المكان ده، يا اما ضعف في العضله اللي هي البلاتيزما. فانا ابص على العيان كويس، لو دهون لازم اعمل لها اذابه الاول قبل ما ابدا اشدها بالخيوط او بالهايفو او غيرها. زي هنا زي الحاله اللي احنا شايفينها ديت، الست دي كان عندها ترهلات ودبل تشن نتيجه ضعف في العضله، فبدانا ان احنا نشد بالخيوط زي ما احنا شايفين اتحسنت قوي كده بعد ما اتعملت بالخيوط. دي حاله علاج بالخيوط. دي حاله علاج بالخيوط. طيب هل بيختلف علاج التجاعيد اللغد والرقبة حسب درجة التجاعيد؟ ايوه، حسب درجة التجاعيد بقالها قد ايه، وحسب شكل التجاعيد، وحسب سن العيان. يعني في نوعين من التجاعيد، في التجاعيد الرأسية والتجاعيد الأفقية. الرأسية دي غالبا بيكون سببها ضعف في العضلة، فببدأ اصلحها بطريقة سهلة جدا بالبوتوكس بس. لكن التجاعيد الأفقية اللي اتحفرت على الجلد كمان هحتاج بوتوكس ومعاهم فيلر. دي تجاعيد رأسية. دي تجاعيد رأسية ومعاها شوية تجاعيد أفقية. ده ومعاها الاثنين. دي عملت بوتوكس وعملت فيلر وعملت خيوط، عملت الثلاثه عشان تتصلح كده. فحسب درجه التجاعيد دي بقالها قد ايه ابدا بقى اصلحها سواء بالبوتوكس او بالفيلر او بالخيوط، وفي نفس الوقت ممكن اعمل بديل ليهم بلازما بس تاخد جلسات طويله قوي عشان تحسنها وتدي نضاره وتحسنها كويس قوي. هل في مشاكل تانية للخيوط بتقدر تعالجها غير التجاعيد؟ اكيد طبعا، في دلوقتي حديثا بدانا نعمل تجميل للانف عن طريق الخيوط، بدانا كمان نستخدم الخيوط لنضاره الوش، بدأنا كمان نستخدم الخيوط لعلاج الندبات، ندبات الجراحيه والندبات اللي في الوش نتيجه حب الشباب. يعني دي حاله تجميل للانف. لو حضرتك تلاحظي ان التيب اوف ذا نوز او مقدمه الانف، هي الصوره مش كده شويه، في بروز فيها لتحت كده على الصوره اللي على الناحيه الشمال. على الناحيه اليمين بعد ما عملت الخيوط اتحسنت. تمام، كمان ممكن نستخدم الخيوط ان احنا كماده مالئه زي الفيلر بالظبط، اقدر استخدم الخيوط ان انا املى بيها الشفايف كمان. الخيوط بيتم استخدامها ايضا في انواع من الخيوط، استخدمها كماده مالئه زي الفيلر بالظبط املى بيها شفايف او اي مكان عايز يتملى. تستمر قد ايه الخيوط نتيجتها؟ والله بتقعد حوالي سنه ونص كده. لان هي معتمده اصلا، هي بتعمل فايبروزس، فده بياخد مده طويله وبيتحسن مع الوقت كمان يعني. تمام. طيب ستات كتير جدا بعد الحمل والولاده بيصابوا بستريتش ماركس والخطوط البيضاء اللي بتبقى عند السيدات في منطقه البطن والحته دي. تمام، ازاي تقدر الست انها تعالج هذه الخطوط والستريتش ماركس؟ تمام، وفي الاول لازم نقول ان الوقايه خير من العلاج. طول الست وهي حامل من اول الشهر الاول تبدا تحط كريمات مرطبات وكريمات الدبل اكشن والحاجات ديت ان هي تحافظ على جسمها ان هو يحصل فيه الستريتش ماركس ديت، لانها بتحصل نتيجه تمدد في الفوليوم مره واحده بتاع البطن، فيقوم الكولاجين اللي تحت الجلد يتقطع. فاحنا نبدا نحافظ عليه باستمرار، نحط الكريمات دي باستمرار. بعد كده بقى بعد ما تولد، يا اما في نوعين من الستريتش ماركس، في نوع اللي هو الاحمر تبقى لسه في الاول خالص كده، دي اقدر اعالجها بسرعه قوي سواء بحقن الكاربوكسي
او بالفراكشنال ليزر دي بتتعالج حلو قوي، بتاخد شهرين تقريبا وبتتعالج كويس. لكن لو قلبت بقى بالنوع الابيض او الاستريتش ماركس البيضاء دي بتاخد اوقات كتيره قوي، والاحسن بقى بيبقى فيها الفراكشنال ليزر او المايكرو نيدلينج الدرما بين الرولر الحاجات دي. بتجيب نتيجه بعد قد ايه تقريبا؟ هي بتتحسن من اول جلسه بس. لو هي الاحمر بتتحسن بعد شهر بالظبط، تحسن على طول. لو الابيض بتاخد لها حوالي مثلا ما يقلش عن شهرين 3 شهور عشان تشوف الفرق كامل. هل في حاجه الست المفروض تعملها في البيت عشان تحافظ على نتيجه العلاجات اللي هتعملها عندكم؟ ايوه طبعا، ما تتخنش قوي او تخس قوي او تلعب جيم مره واحده او من غير ما تسخن في الاول بقى وكده، وتحط مرطبات بقى باستمرار وكده. حاجه متعبه جدا جدا. طيب عندنا هي الصور موجوده قدامنا. أيوة دي حاله دي بيضه ولا دي ابيض؟ دي ابيض. عملت كاربوكسي تقريبا بعد حوالي 5 جلسات، وصلت ان هي رجعت ان هي بقت طبيعيه جدا. رغم انها خطوط بيضاء وبيضاء دي اصعب. تمام. دي برده كانت في البطن بعد الولاده، يعني حاولنا نلحقها شويه، عملت برده كاربوكسي تحسن بعد تقريبا 3 جلسات، بس لسه طبعا ما كملش الدرجه الكامله من التحسن وكده. بس دي الخطوط كانت احمر ودي برده دي يعني احمر شويه في الاول. حضرتك شوفي انها اتحسنت جدا بعد ما عملت فراكشنال ليزر، فتحسنت قوي من اول جلسه. بس دي الخطوط لا هي بيضه ولا هي حمراء، دي حفر. عارفه واخده ابيض على احمر كده، واخده دي حفر بس، دي حفر يعني. ما هي دي الاستريتش ماركس، هي تمددات في الجلد مش خطوط. يعني ما هو ستريتش ماركس يعني تمددات حصلت في الجلد، مش شرط ان هي تبقى واخده خط معين، ممكن تبقى نقط صغيره كتير. على حسب قد ايه الكولاجين اتقطع. كل شكل الحقيقه فيهم مختلف عن التاني. ايوه على حسب قد ايه مساحه، قد ايه كولاجين اتقطع، او حسب المكان اللي حصل فيه ستريتش قد ايه، هل هو بطن كامله حته صغننه كده يعني. تمام. احكي لي حضرتك بقى، قول لنا، ناخد كده نبذه سريعه عن اخر العروض اللي موجوده في مركز نبض. والله مركز نبض طول السنه عامل عروض. يعني في ايام كمان ايام كشف مجاني، هو بس الناس تتصل بالكول سنتر وهو بيعرفهم وقت العروض ووقت الاوفرز اللي موجوده يعني وكده. لكن احنا عندنا طول السنه موجود عروض في كل الاوقات على كل حاجه، على ايفن الجلسات كمان. في ايام كشف مجاني وفي الجلسات كمان بيتعمل عليها عروض ايفن لحد 50% كمان. تمام اوكي. بس العينين يجوا نقيمهم بس الاول ونشوفهم وبعدين نعمل لهم المناسب. تمام. ميرسي جدا لوجودك النهارده معانا دكتوره فاطمه، نورتينا في سيداتي انساتي، ونشوفك اكيد مره ثانيه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.